هنشرح مشتقة الدوال المثلثية وراح ناخد عليها أسئلة، وإن شاء الله في المحاضرة اللي بعدها راح ناخد مشتقة حاسة ضرب القطرين، والمحاضرة اللي بعدها مشتقة قبل محاضرة حاسة ضرب القطرين لازم ناخد مشتقة الجذر التربيعي. بعد هيك بعد الجذر التربيعي راح ناخد حاسة ضرب القطرين، وبعدهم راح ناخد في كمان عندنا اشتقاق ل اخذنا الاكسيوم بشكل احنا. لازم انوه انه احنا اخذنا مشتقة الدوال كثيرة الحدود، واخذنا مشتقة الدالة الأسية، واخذنا الاشتقاق باستخدام التعريف، ثلاث محاضرات على الجزء الاول والثاني والثالث. في كل جزء شرحنا الاشتقاق باستخدام التعريف لدوال مختلفة، منهم كانت القيمة المطلقة، وكان كثير الحدود او اقتران تكعيب واقتران تربيع واقتران خطي باستخدام التعريف اللي هو باستخدام النهائي اللي هو هذا الجزئية الصعبة. وكمان اخذنا اشتقاق القيمة المطلقة باستخدام التعريف. وكمان رح ناخذ ان شاء الله مشتقة الاقتران النسبي، ولكن بعد ما نخلص ان شاء الله اليوم محاضرة اليوم اللي هو الاشتقاق الدوال المثلثية باستخدام القوانين. وان شاء الله ما يكونش فيها مشكلة، وبعد هيك رح ناخذ ميكس ما بينهم كلهم. خلينا نبدا. عندنا مشتقة الدوال المثلثية، عندنا الدوال المثلثية صاين كوزاين تان والكوسيكال والسيك والكوت. رح اكتبهم بالعربي جنبهم للي ما بيعرفهم، لانه في طلبة مدارس بياخذوهم باللغة العربية، لكن هذا المنهج لطلبة الجامعات، ولكن ممكن طلبة المدارس يكون نفس الشيء نفس المواضيع ولكن باللغة العربية مش باللغة الإنجليزية، وهذا كثير الطلبة بيعطوا لي إياه، وإن شاء الله نشرح باللغة العربية مرة ثانية، مكتبينه باللغة العربية. معنى ساين هي الجا، مشتقة الساين هي عبارة عن كوزاين الإكس. أخذنا في المحاضرات السابقة إنه رمز الاشتقاق هو عبارة عن دي على دي إكس، أو ممكن لو كان أنا معطيني إف الإكس هي مثلا ساين الإكس، ممكن يطلب مني اف داش الاكس، اف داش هي ايضا رمز لاشارة المشتقة، وشرحنا رمز اشارة المشتقة وايش يعني مشتقات في بداية المحاضرة، راح احط الروابط كلهم كاملة تحت ورابط القناة كمان. إذا عندي مشتقة هاي دي على دي اكس، يعني بدي اشتق الدالة اللي عندي بالنسبة لاكس. شو مشتقة ساين الاكس؟ هي عبارة عن كوساين الاكس اللي هي كوساين هي الزاوية، الاكس هي الزاوية اللي عندي، الساين هي الجا، والكوزاين هي الجذر. إذا مشتقة الجا هي عبارة عن مين؟ جذر. نيجي لمشتقة الكوزاين اللي هي مشتقة الجذر، سالب ساين. إذا مشتقة الكوزاين هي سالب ساين. مشتقة التان هي عبارة عن سك تربيع للإكس للزاوية. إذا مشتقة التان هي سك تربيع للإكس. مشتقة الكوسيكال هي عبارة عن سالب كوسيكال في الكل. خليني بالأول أكتبهم بالعربي. تان هي عبارة عن الضرب، الكوزاين حكينا هي الجذر، الساين هي الجام، السك أعتقد هي الضرب، الكوسيكال هي القطر، السك حكينا هي الضرب، والكوت هي الضرب. اللي هي انا عندي عندنا الجا هي عباره عن ساين الاكس حكينا، مقلوب الجا اللي هي واحد على ساين الاكس مقلوبها كوسيكا الاكس. اذا اللي فيها اس مقلوبها في سي، واحد على كوزاين الاكس بيعطيني سك الاكس، اللي فيها سي مقلوبها في الاس، وهكذا واحد على تان الاكس بيعطيني كوت الاكس. اذا الساين هي مطلوبها الكوسيكا، الكوزاين مطلوبها السك، والتان مطلوبها الكوت. هلا نيجي نرجع لاشتقاق تاني. حكينا مشتقه دي على دي اكس لكوزاين الاكس هي سالب ساين الاكس، مشتقه تان الاكس هي سك تربيع الاكس، مشتقه الكوسيكا الاكس هي عباره عن سالب كوسيكا في الكوت، مشتقة السك هي سك في التان. إذا الكوسيكا هي نفسها مضروبة في مين؟ في الكوت، وتحط لها سالب. السك هي نفسها مضروبة في مين؟ في التان. إذا نحفظ
المقلوبات هذه اللي هي بنسميها الدوال المثلثية السنوية، لأنه هذول الأساسية الساين والكوزين والتان دوال ثلاثية أساسية، لكن السيكا والسيك والكوت هي دوال ثلاثية ثانوية. فالدوال السيكا والسيك تكون مشتقتها عبارة عن حاصل ضرب ايش اقترانين، هي نفسها فمضروبة في مين؟ في الكوت مين؟ الإكس. نيجي لكوت الإكس، ايش مشتقة كوت الإكس؟ ساري وسيكا تربيع الإكس. إذا تان الإكس كانت مشتقتها سيك تربيع اللي هي واحدة من مين؟ من المقلوبات. لكن كوت كوت الإكس هي مشتقتها سالب وسيكا تربيع. إذا بدنا نحفظ إن الكوت والتان مشتقتهم فيها تربيع، الأولى سيك تربيع الإكس والكوت هي عبارة عن سالب وسيكا تربيع الإكس. طب نيجي نشوف مين المشتقات اللي فيها سالب، اللي بتبدا بحرف السي مشتقتها فيها سالب. هاي كوزين الاكس مشتقتها سالب ساين الاكس. الكوسيكا هي بتبدا بحرف السي مشتقتها فيها سالب. الكوت بتبدا بحرف السي مشتقتها فيها سالب. اذا اي واحده بتبدا بحرف السي مشتقتها فيها سالب. طيب نيجي نشوف انه لو كانت الزاويه مثلا مش اكس لوحدها، كانت اكس تربيع او 3 اكس او اكثر أو أكثر من الإكس أو كانت عكس. ساين الإكس هذه مشتقتها كوزين الإكس هي أصلاً مضروبة في مشتقة الإكس، بس شو مشتقة الإكس عنا؟ واحد. يعني ساين الإكس إيش مشتقتها؟ هي كوزين الإكس ومشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية عنا هان واحد، ولكن إحنا الواحد ما بنكتبه. هان دائماً دائماً لما أنا بدي أشتق أي دالة مثلثية مشتقتها مشتقة الساين حسب القوانين في مشتقة الزاوية ايش اللي موجودة فيها. ساين الاكس مشتقتها كوزين الاكس مضروبة في مشتقة الزاوية. الاكس مرفوعة على اس واحد، شو مشتقتها؟ واحد. واخذناها بالتفصيل في محاضرة اشتقاق كثير الحلول. اخذنا كيف نشتق كثير الحلول من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والنونية أو أي درجة كانت عندي. فأنا بالأصل كل دالة مثلثية لما أنا بدي أشتقها بدي أضربها في مين؟ في مشتقة الزاوية. إيش مشتقة الإكس؟ لأنه هذا الإكس هي عبارة عن من زاوية لمين؟ للكوزاين. مشتقة الإكس واحد، لهيك إحنا دائماً في القوانين ما بنكتب الواحد لأنه معروف واحد إكس. أسيب الإكس تربيع في واحد واحد. طيب لو كان مثلاً عندي أنا في السؤال أف الإكس إذا تساوي ساين إكس تربيع، يعني هذه الزاوية هو معطيني إياها عدد تربيع للإكس، معطيني إنه الزاوية هي إكس تربيع، فشو بده يصير مشتقتها؟ شو مشتقة إف داش للإكس؟ هي عبارة أول إشي بدي أكتب مشتقة الساين، شو مشتقة الساين؟ كوزاين الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية اللي هي شو مشتقة إكس تربيع؟ 2 إكس. خلص، إذا مشتقة ساين إكس تربيع هي كوزاين الدالة كما هي، مشتقة الدالة كما هي في مشتقة مين؟ الزاوية. واضح؟ نيجي هلا ناخذ عنا 10 أسئلة، كل سؤال يحتوي على دالة مثلثية والمقلوبات لإلهم، ما بداخل الزاوية أو الزاوية هي نفسها مش واحد، حطيت أنا هنا الزوايا ممكن تكون الزاوية هي كثير حدود من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، ممكن تكون الزاوية هي نفسها دالة مثلثية ثانية. هذا السؤال اللي عندي اف الاكس هي اللي تساوي تان اكس ساين اكس لاكس زائد 4، هذه داله مثلثيه والزاويه تبعتها كمان داله مثلثيه، هذا مش حاصل ضرب اقترانين. واضح؟ هن الطلبه بيخلطوا بينهم بفكروا انه هذه حاصل ضرب اقترانين. هذه داله مثلثيه بدور وين الزاويه تبعتها هي. فهذه تعتبر زاويه. ايش الزاويه؟ الزاويه هي عباره عن ساين، الساين طب وين الزاويه تبعتها؟ الزاوية تبع الساين هنا موجودة. واضح؟ لهيك الطالب لازم بالأول يكون عارف المشتقات الأساسية هي مشتقة كثيرة الحدود، مشتقة الإكسبوننشال، مشتقة الساين، بعد هيك بيجي اللي هي السؤال الأسئلة كمان الرابع الشيء هو مشتقة الجذر التربيعي. بعد هيك إنه الطالب بإمكانه يشتق أي سؤال عنده. اللي هي بتيجي الأسئلة مركبة، السؤال بيجي مثلا اقتران نسبي في البسط والمقام، هو
ممكن يكون في البسط ده للخبثية في المقام المنجزر، أو ممكن يكون في البسط أو المقام ده لكثير حدود ده للمثلثية أو ده للقصية، أو ممكن يكون أي شيء. فإحنا اليوم إن شاء الله بنخلص اشتقاق الدوال المثلثية، بعد هيك رح ناخد إنه لما تكون الاقترانات مركبة مع بعض، يعني يكون عندي مثلا داخل الكوزين أو الساين جذر أو اقتران نسبي، أو الساين والكوزين يكون في اقتران نسبي. طيب نيجي نشتاق عنا، ناخد كل سؤال على كده. إذا مضحك، إذا مشتقة، خليني أكتب هان مشتقة الدالة المثلثية، بأشتق الزاوية حسب القوانين اللي عندي، مشتقة الدالة تبعا للقوانين مضروبة في مشتقة الزاوية. إذا لازم أنا أضربهم في مين؟ في مشتقة الزاوية. واضح؟ إذا مشتقة الدالة المثلثية هي مشتقة الدالة تبعا للقوانين، بشوف إذا كانت عندي ساين أو كوساين وأشتقها تبعا للقوانين، بعد هيك لازم أضربها في مشتقة الزاوية اللي عندي. خلينا نشوف إذا لو كانت الزوايا هي عبارة عن دوال مثلثية أو كانت دالة كثير حدود. خلينا ناخذ السؤال الأول. عندي ساين الإكس أف الإكس هي عبارة عن ساين الإكس مضروبة في 2 إكس زائد 1. شو مشتقة أف داش الإكس؟ بروح شو مشتقة الساين؟ هي عبارة عن كوزاين، أول إشي بدي أكتبها كما هي الزاوية. فين مشتقة الزاوية اللي عندي هان؟ هاي بكتبها إيش مشتقة الساين كوزاين، بتنزل الزاوية كما هي. بعد هيك بدي أضربها في مشتقة الزاوية. شو مشتقة 2 إكس؟ بحطها لازم احطها بأقواس لأنه ممكن يكون عندي أكثر من حد، لأنه هذه الدالة كلها بتكون مضروبة في مشتقة مين؟ الزاوية. مشتقة 2 إكس هي عبارة عن 2 زائد مشتقة الواحد اللي هو أي عدد؟ صفر. حكينا احنا في محاضرة كثير الحدود إنه مشتقة الاقتران الثابت أو الاقتران الصفري أو اللي هو عدد مشتقة صفر دائما. فهذا راح يصير عندي هاي الكوزاين 2 إكس زائد 1 مضروبة في مين؟ في 2. ويفضل إن احنا نسويها هيك، 2 مضروبة في الكوزاين 2 إكس زائد 1. هيك بنكون حلينا مين؟ السؤال الأول. نيجي للسؤال الثاني. عندي أف إكس هي كوزاين، بقى داخل الزاوية كم مين؟ 5 إكس تربيع زائد 9 إكس ناقص 4، هو هي كثير حدود من الدرجة الثانية. شو مشتقة الكوزاين؟ بما إنها بتبدأ بسين ومشتقتها سالب ساين، واكتب الزاوية كما هي. هيها في مشتقة مين؟ الزاوية. شو مشتقة 5 اكس تربيع؟ 10، لازم احطها بمقواس. 10 اكس زائد شو مشتقة 9 اكس؟ 9. مشتقة السالب 4 0. اذا هذه مشتقة مين؟ الزاوية. نيجي نكتبها ويساوي هاي السالب كما هو. نيجي نرتب المعادلة. دائما لما بدي ارتب المعادله بخلي المقدار المطلوب في الزاويه قبل الزاويه، سواء كان عدد او كان معادله. 10 اكس زائد 9 حطها بين اقواس، مضروبه في مين؟ في ساين الزاويه كمان. ما ادفعش السالب، واضح؟ بعد هيك ناخذ هي عندي سؤال. اذا كانت اف الاكس هي عباره عن تان، أيها شو زاوية التان؟ هي عامل لي أقواس، زاوية التان هي عبارة عن ساين الإكس زائد 4. ممكن يكتب لنا السؤال كالتالي. كثير في دكاترة بيكتبوا السؤال وما بيحطوا الأقواس لحتى إنه الطالب يتخرج. يكتبها تان ساين إكس زائد 4. تان على طول أول ما أشوف أنا دالة مثلثية بدي أقول الدالة المثلثية وين الزاوية لإلها؟ هاي تان، إذا اللي على طول وراها هو زاوية لإلها، هيك. فكل الزاوية تبع التان هي هيك. طيب أنا لقيت الزاوية هي عبارة عن ساين، بقول الساين في لها زاوية، وين الزاوية لإلها؟ هيا. إذا الزاوية تبع الساين هيا. هذه الزاوية لمين؟ للساين. كل ما الاقي، كل ما انا ابدا اشتق والاقي مشتقه الزاويه باشتقها وين لما تكون موجوده. ما بروح اشتق على طول الزاويه، لازم الاول اشتق مين؟ التان. نيجي هي اف داش الاكس. شو مشتقه التان؟
ست تربيع الزاوية يعني ست تربيع الزاوية. شو الزاوية التان هذه كلها صح؟ بكتبها كم هي؟ ساين اكس زائد 4. واللي بعد ما تكتبها بدك تروح تضربها في مشتقتها. ايش مشتقة الزاوية؟ بروح على الزاوية، ايش بلديها؟ ساين. ايش مشتقة الساين؟ كوزاين. في مين؟ في الزاوية كمان؟ هي. شو زاوية الساين؟ بلاقي الزاوية تبع الساين هي اكس زائد 4. الأول لازم أنا أكتبها. بعد هيك بدي أعمل مشتقة الزاوية، شو مشتقة الإكس؟ 1 زائد مشتقة الأربعة 0. إذا هذا الحد هو مشتقة مين؟ زاوية التان. هذا هو. اللي هي الكوزاين هي مشتقة زاوية التان. مين هذا؟ هان هيك رايحين على مشتقة زاوية الساين. إذا أنا كل ما بدي ألاقي زاوية بدي أمشي أشتقها تبعا للقوانين اللي عندي، بعد هيك أضربها في مشتقة الزاوية، واضح؟ فبصير عندي السؤال، بصير عندي المشتقة اف داش الإكس، عندي الواحد خلص هذا صار واحد، كوزاين إكس زائد 4 بضرب بكتبها هينا، ست تربيع ساين إكس زائد 4 مضروبة في مين؟ في كوزاين إكس زائد 4. واضح؟ إذا كل ما أصل لمشتقة الزاوية بأشتقها، لكن من الأول بكتب الزاوية للدالة اللي عندي كما هي. خلينا نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع بيعطيني إنه اف من إكس هي عبارة عن ساين، شو الزاوية تبعت الساين؟ هي إكس بوتنشال. إذا ساين الزاوية الأيها هي الإكس بوتنشال. دائما لما أنا أقرأ أي دالة مثلثية على طول وراها مادة اللي بده يكون وراها على طول بيكون الزاوية الأيها. واضح؟ إذا ساين اكسبوننشال 5 اكس تربيع زائد 3. أنا بدي مشتقة اف الاكس، إذا اف داش الاكس بدها تساوي. شو مشتقة الساين؟ كوزاين الزاوية، أيوة. كوزاين الزاوية كما هي بدي أكتبها، اي 5 اكس زائد 3 اكس. فمشتقة مين؟ مشتقة الزاوية، بدي أفتح أطلس. إيش الزاوية؟ هي هذه بكتبها الزاوية لمين؟ للساين صح؟ الزاوية للساين هيا هيا. أنا الحين مش كتبت مشتقة الساين هي كوزاين الزاوية في مشتقة مين؟ الزاوية. الزاوية هي عبارة عن مين؟ عن اكسبوننشال، وإحنا أخذنا المحاضرة السابقة مشتقة الاكسبوننشال. شو مشتقة الاكسبوننشال؟ هي نفسها في مشتقة الأس. إذا مشتقة الاكسبوننشال هي نفسها اي اس 5 اكس زائد 3 اكس في مشتقة مين؟ الاس تبعها، هذا اكس تربيع. مشتقة الاس هو عبارة مشتقة ال 5 اكس تربيع هي عبارة عن 10 اكس زائد مشتقة ال 3 اكس هي 3. واضح؟ يلي ما حضر محاضرة الاكسبوننشال يرجع للمحاضرة السابقة. إذا أنا بأشتق كل دالة وين ما يجي موعد اشتقاقها بأشتقها. إذا أنا لما كانت عندي ساين شو مشتقة الساين؟ كوزاين الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية. لقيت أنا الزاوية هي عبارة عن دالة أسية، فمشتقة الدالة الأسية هي نفسها كما هي في مشتقة مين؟ الأس. هذه عبارة عن إيه؟ مشتقة الأس. واضح؟ نيجي نكتبها ثاني، نرتب الحدود. أول حاجة بما إنه هذا عند المقدار عدد بكتبه بالأول 10 إكس زائد 3، ولو الطالب خلاها هيك برضه صحيحة مش غلط. مضروبة في الإكس بوتنشال 5 إكس تربيع زائد 3 إكس، مضروبة في مين؟ في كوزاين إي أس 5 إكس تربيع زائد 3 إكس. طيب نيجي لمشتقة، لو كان عندي السؤال أف الإكس هي كوزاين إكس تكعيب ناقص 8، على طول بدي اجي اقول اف داش الاكس. قبل ما ابدا اشتق بدي اشوف وين الزاويه، هاي الكوزاين شو الزاويه اللي لها؟ اكس تكعيب ناقص 8. طيب شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين. ما ننساش احنا اللي بتبدا بسي لها مشتقتها فيها ايه؟ سالب. سالب ساين الزاويه كما هي في مشتقة مين؟ الزاويه. شو مشتقة اكس تكعيب؟ 3
اكس تربيع ناقص، مش فقط الثمانية صفر. هذه كثيرة حدود موجودة محاضرة الاشتقاق لها تحت الرابط. ويساوي حكينا لو كان عندي عدد بحطه بالأول قبل، لو كانت الدالة المثلثية هذه كلها كاملة مضروبة في دالة كثير حدود، الطالب ممكن يرتبها ويحطها ايش؟ لو بدها تصير عندي 3 اكس تربيع مضروب طبعا سالب، ما ننساش السالب، مضروب في ساين اكس تكعيب ناقص 8. هذا القوس هذا ما بينزعني. واضح؟ اذا ما ننساش السالب اللي موجود هنا. طبعا هذه 3 اكس تربيع ناقص 0 بيعطيني 3 اكس تربيع. طيب نيجي لو كانت عندي اف اكس هي عباره عن كود اكس تربيع، شو مشتقتها على طول؟ الكود بما انه بيبدا بصفر المشتقه سالب. مشتقه الكود هي عباره عن كود، عفوا، سالب كوسيكن تربيع مين؟ الزاويه كما هي. شو عندي الزاويه؟ اكس تربيع في مشتقه الزاويه. شو مشتقه الزاويه؟ شو مشتقه اكس تربيع؟ مش هي الزاويه عندي؟ مشتقة الاكس تربيع هي عبارة عن 2 اكس. من وين اجت الاكس تربيع؟ انا عندي الزاوية، شو قانون الكوت هنا؟ مشتقة سالب كوسيكا تربيع، هذه التربيع للكوسيكا، هذه التربيع عندي للدالة، ماشي؟ في الزاوية، في مشتقة الزاوية اللي هي انا عندي واحد، لكن هنا الزاوية كلها هي اكس تربيع، فأنا بالأول بكتب سالب كوسيكا تربيع، هذه التربيع لمين؟ للدالة. مضروب في الزاوية كما هي، مضروب في مين؟ في مشتقة الزاوية، هذه مشتقة الزاوية، واضح؟ ويساوي سالب 2 اكس مضروبة في مين؟ في كوسيكا تربيع اللي هي اكس تربيع. إن شاء الله تكون لك واضح. طيب، خلينا ناخذ لو كانت عندي الدالة هي عبارة عن ست 10 اكس تربيع ناقص 5 اكس، هذه لو كانت اف الاكس. شو مشتقة السك؟ على طول هي عبارة عن سك الاكس في تان الاكس، يعني سك الزاوية كما هي مضروبة في تان الزاوية كما هي. في مين؟ في مشتقة الزاوية، دائما. لما بدي اشتق دالة مثلثية بكتب مشتقتها حسب قوانين الاشتقاق، بعدين بضربها في مشتقة الزاوية. وإما الاقي زاوية، وإما يكون عندي دالة مثلثية بدي اشتقها واضربها على طول في الزاوية. لما يجي موعد اشتقاق الزاوية بنشتقها. طيب، يجي عندنا الاف داش الاكس بدها تساوي مشتقة السك هي نفسها، سك الزاوية كما هي مضروبة في تان الزاوية كما هي في مشتقة مين؟ الزاوية. إذا سك 10 اكس تربيع ناقص 5 اكس في تان 10 اكس تربيع ناقص 5 اكس. في مشتقة مين؟ مشتقة الزاوية هذه. مشتقة ال 10 اكس تربيع هي 20 اكس ناقص مشتقة ال 5 اكس 5. إذا هذه مين؟ هذا الاشتقاق من القانون، وهذه مين؟ اللي هي مشتقة الزاوية أيضا. مشتقة الزاوية. هذه عندي أنا من القانون، مشتقة السك هي سك في تان. واضح؟ بعدين 20 اكس ناقص 5 بعملها ايش؟ بالاول. لو بدي ارتب انا 20 اكس ناقص 5 واحطها دائما بين اقواس، دائما مشتقه الزاويه لو كان عندي اكثر من حد جوا بحطها بين اقواس، لان المشتقه مضروبه بين اقواس. واضح؟ مضروبه في مين؟ في سك اللي هي 10 اكس تربيع ناقص 5 اكس، مضروبه في تان 10 اكس تربيع ناقص. خلينا قبل هذه ناخذ سؤال ثاني على السك. لو كانت عندي اف الاكس هي عباره عن سك للاكس تربيع، ممكن يكتب لي اياها هيك، ممكن يكتب لي اياها برضه بالشكل هذا، سك اكس تربيع من التربيع فقط للاكس. واضح؟ شو مشتقه السك؟ قبل ما اشتق السك بدي اشوف وين الزاويه. الزاويه هي عباره عن الاكس تربيع، صح؟ هذه الزاويه. طيب وانا شو عندي مشتقة السك؟ هي عبارة عن سك الزاوية مضروبة في تان الزاوية في مشتقة مين؟ الزاوية. إذا سك إكس تربيع تان إكس تربيع
في مين؟ مشتقة الزاوية اللي هي مشتقة الاكس تربيع 2x. واضح؟ دائما انا بكتبها حسب القانون الزاوية كما هي في مشتقة مين؟ الزاوية. هذه هنا مشتقة الزاوية. طيب هيك بنكون الحمد لله خلصنا اشتقاق الدوال المثلثية والمقلوبات لإلهم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. بالمحاضرة اللي بعدها رح ناخذ مشتقة الجذر التربيعي ان شاء الله. بعد هيك رح ناخذ لما تكون الدوال المثلثية او الدالة الأسية بتحتوي مثلا على جذر او بتحتوي على اقتران نسبي، طبعا لازم ناخذ مشتقة الاقتران النسبي. بعد مشتقة الاقتران النسبي بنكون اخذنا كل انواع الاشتقاق. بعد هيك بنصير ناخذ مشتقة الدوال المركبة مع بعض. يعني على سبيل المثال يكون عندي حاصل ضرب اقتراني، واحدة تكون دالة مثلثية مضروبة في اكس بوتنشال، او واحدة تكون جذر تربيعي مضروبة في كثير حدود، او مثلا تكون عندي دالة اسية في البسط وفي المقام يكون عندي جذر. ان شاء الله راح ناخذهم كلهم بالتفصيل، ولكن خلونا بالاول ان شاء الله بعد المحاضرة هذه ناخذ مشتقة الجذر التربيعي. سلام.